السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إسراء صبري، أهلا وسهلا بيكم في اللوكالنا بتاعتنا. المرة اللي فاتت كنا خدنا الهيفي ميتال انتي كانسر والانتي بيوتيك انتي كانسر والانتي ميتوتيك انتي كانسر والهرمون بيس انتي كانسر، وبكده نكون خلصنا الانتي كانسرز القديمة الاولد انتي كانسر، واللي اتفقنا ان هي كانت مشكلتها عندها سايد افكت كتير شوية وعندها سلكتيفيتي قليلة حبتين. المرة دي هنبدأ في الريسنت انتي كانسر، الأدوية الجديدة ديت عندها سيلكتيفيتي عالية شوية وسايد افكت بتاعتها أقل شوية وغالية شوية. هما اتنين بس، السيجنال ترانسدكشن انهبيتور والأنتي ميتابولايت. ندخل على طول في السيجنال ترانسدكشن انهبيتورز وإيه ونفهم الفكرة كده. يعني إيه سيجنال ترانسدكشن انهبيتورز؟ انهبيتور يعني حاجات بتوقف. طب بتوقف إيه بقى؟ بتوقف نقل الإشارة. إشارة إيه؟ دلوقتي عشان خاطر الجسم ينمو والخلية تنقسم بيحصل ايه؟ بيحصل يعني بتطلع اللي هو هرمون النمو اللي هو جروس هرمون، وبيطلع حاجات تانية جروس فاكتور. الجروس فاكتور ديت بتروح تقفلي على الخلية، بتمسك في مستقبل اللي هو الريسبتور، وبيبتدي الريسبتور دوت يعمل مجموعة من الإشارات عشان خاطر يحصل انقسام للخلية. أنا بقى بعمل ايه؟ باجي بالدواء بتاعي بوقف موضوع نمو الخلية، بوقف انقسام الخلية. طيب ايه المميز في الأدوية ديت اللي تخليها أغلى من الأدوية العادية؟ إن هي targeting therapy. يعني ايه targeting therapy؟ يعني بتنشن على الكانسر سيل، بتنشن على الخلية السرطانية بالذات. اشمعنى؟ عشان خاطر الكانسر سيل أو الخلية السرطانية بيبقى فيها المستقبلات بتاعة الجروس فاكتور ديت بكمية عالية جدا، بتبقى فيها كتير، بلس ان في ادوية هناخدها دلوقتي بتشتغل على انواع معينة من الكانسر مفيش دواء تاني بيقدر يشتغل عليها. طيب عندنا في حاجة مهمة قوي اسمها بروتين كاينيز، ده بيبقى موجود في الخلية، في الخلايا بتاعتنا. البروتين كاينيز دوت انزيم، الانزيم دوت كل مهمته ان هو لما بيجي الـ ATP، الـ ATP ديت اللي هي مسؤولة عن الطاقة بشكل عام، بيجي ياخد من الـ ATP ديت فوسفورة، الفوسفورة ديت بيروح يحطها لي على بروتين معين فالبروتين يشتغل. يعني ايه؟ يعني البروتين كاينيز دوت هو دوت اللي مسؤول عن تشغيل الخلايا اصلا، بخليه خلايا، هو دوت اللي بيخلي الخلية ايه تطلع البروتينات بتاعتها، والبروتينات بتاعتها تتأكتف وتشتغل. تمام، عندنا أنواع كتير من البروتين كاينيز، عندنا حاجة زي التيروسين كاينيز، زي السيرين كاينيز، على حسب هو بيروح يحط لي الفوسفوراية ديت على أنهي أمينو أسيد في البروتين. مش موضوع إحنا هناخد مين، هناخد التيروسين كاينيز. التيروسين كاينيز دوت، التيروسين كاينيز دوت لما بيجي تمسك الجروس فاكتور اللي هي الفاكتورز بتاعت النمو، بيجي يعمل لي فوسفوريليشن، بيروح يحط لي فوسفوراية على التيروسين اللي في البروتينات اللي في الخلية، فالخلية تقوم ايه منقسمة. تمام، طيب التيروسين كاينيز دوت عنده نوعين، في نوع منه بيبقى لي ريسبتور وفي نوع لي ما بيبقاش لي ريسبتور. يعني ايه؟ يعني في نوع من التيروسين كاينيز بيبقى مرمي في السيتوبلازم، هو مرمي كده في السيتوبلازم، بيجيله حاجات تانية بتأكتفه من بره، يعني مرمي في الخلية وبيتأكتف عن طريق حاجات تانية ويبتدي يقوم بدور. وفي نوع تاني لا، هو ماسك في الخلية عبارة عن جزئين، جزء بره وجزء جوه. الجزء اللي بره دوت بيمسك لي فيه ال ATP، سوري الجزء اللي بره بيمسك لي في الجروس فاكتور، والجزء اللي جوه بيمسك لي في الـ ATP ويقوم بشغل. يبقى عندنا في نوعين من التيروسين كاينيز، نوع منهم نون ريسبتور دوت بيبقى مرمي في السيتوبلازم، ونوع تاني ريسبتور تيروسين كاينيز ده بيبقى ترانس ممبرين. ترانس ممبرين يعني جزء منه بره وجزء منه جوه. اللي بره دوت بيبايند لي الإبيديرمال جروس فاكتور، واللي جوه بيبايندنج لي الـ ATP عشان خاطر يقوم بعمليته اللي هو عملية الفوسفوريليشن للبروتين عشان البروتين يشتغل. ونظرا لان التيروسين كاينيز فيه منه نوعين، فالادويه بتاعتي برضو هيبقى فيه منها نوعين. اول نوع عندنا بيشتغل على النون ريسبتور، يعني بيشتغل على نوع التيروسين كاينيز اللي مرمي في السيتوبلازم. طيب مش احنا قلنا في السلايد اللي فاتت
ان انا عندي من مميزات الادويه ديت ان هي بتشتغل على كانسر سيل مميزه. منها الدواء دوت، الدواء دوت اللي هو الايماتينيب ميثايليت دوت، بنستخدمه لعلاج الكرونيك مايلويد لوكيميا. ايه الكرونيك مايلويد لوكيميا ديت؟ ديت نوع معين، نوع غريب من الكانسر سيل او اللوكيميا. اللوكيميا ديت اللي هي سرطان الدم. بيبقى بسبب ايه؟ بيبقى بسبب طفره جينيه. الطفره الجينيه ديت بيبقى نتيجه اندماج لنوعين من التيروسين كاينيز، نوع اسمه بكر ونوع اسمه قبل. او يا جماعه هو اسمه كده جينين، الجينين دولت بيروحوا يمسكوا لي بيعملوا لي نوع كروموسوم. الكروموسوم دوت اسمه فيلادلفيا كروموسوم. الفيلادلفيا كروموسوم دوت بيبقى موجود عند حد دوت نوع بيسبب لي كانسر سيل بتنمو بطريقه فظيعه. ليه؟ لانه مش عنده تايروسين كاينيز عادي من التايروسين كاينيز اللي بتخلي الخليه تنقسم، لا ده التايروسين كاينيز بتاعه معمول له طفره، معمول له ميوتيشن، فبينمو بطريقه جنونيه. الدواء دوت هو الوحيد اللي بنقدر نتحكم فيه الكرونيك مايلويد سيل لوكيميا سوري، اللي بتبقى نتيجه البكر قبل جين. تمام، اهي سبيسيفيك انهبيتور اوف ابنورمال تايروسين كاينيز اللي هو البكر قبل inhibition the proliferation and inducing the apoptosis للوكيميا سيل. inhibit the proliferation يعني هيوقف لي النمو بتاع الخلية السرطانية وهيسبب لي ان هي تموت. ده شكله ملناش دعوة بيه، يعني هو شكله معقد اساسا. طيب ده كده اول نوع من التيروسين كاينيز inhibitor. تاني نوع من التيروسين كاينيز inhibitor هما الريسبتور انزيم inhibitor، يعني دول هيروحوا يشتغلوا لي على الخلية السرطانية اللي فيها التيروسين كاينيز في ريسبتورز اللي هو لي ريسبتور. تمام، اسمه ايه الدواء بتاعي؟ اسمه جيفيتينيب. يبقى انا عندي ايماتينيب ده بيشتغل على اللي مرمي في السيتوبلازم، والجيفيتينيب ده بيشتغل على اللي لي ريسبتور. بنستخدمه لعلاج ايه؟ بنستخدمه لعلاج النون سمول سيل لانج كانسر. تمام، يعني ايه؟ يعني اللانج كانسر يعني سرطان الرئة بس نون سمول سيل. يعني ايه برضو؟ ما انا عندي سرطان الرئة من اسم نوعين، في منه السمول سيل لانج كانسر دوت اللي مات بيه الفنان احمد زكي الله يرحمه، بتبقى الخلية السرطانية صغيرة قوي فبتقدر يحصل لها ميتاستيزس، يعني بتقدر تهاجم الخلايا بتاعت الجسم التانية. وفي النون سمول سيل ده بيبقى نوع اضعف شوية، بتبقى الخلية السرطانية كامنة في مكانها اللي هو في الرئة، وده بيبقى سهل علاجه أساسا. تمام، طيب الميكانيزم بتاع السرطان ده أساسا إيه؟ الكانسر النون سمول سيل لينك كانسر ديت بيبقى فيه الريسبتور بتاعة التيروسين كاينيز كتير قوي، يعني الخلية السرطانية اللي بتبقى في الرئة بيبقى ليها تيروسين كاينيز كتير جدا، وده بيخليها تنمو بشكل مش طبيعي. ليه؟ لان الريسبتورز كتير، يبقى الحل ايه؟ اروح اقفل الريسبتورز. فاول واحد قفلنا بيه الابيديرمال جروس فاكتور ريسبتور اللي هما الاكفر، اللي هو الريسبتور اللي هو التيروسين كاينيز ريسبتور. مين الدواء دوت؟ اللي هو الجيفيتينيب. تمام، طيب الدواء دوت ايه الميكانيزم بتاعه؟ الميكانيزم بتاعه ان هو شكل الاي تي بي. ليه يا بنتي؟ احنا ممكن نرجع للسلايد اللي فاتت ونلاقي ان احنا قلنا ان الريسبتور تيروسين كاينيز دوت بيمسك لي من بره في الابيديرمال جروس فاكتور وبيمسك لي من جوه في الاي تي بي. طيب وبعدين؟ ما انا بقى لما اديله اي تي بي كداب هيعمل ايه؟ هيعرف يشتغل؟ لا، هيجي الابيديرمال جروس فاكتور اللي طالع من جسم الانسان الطبيعي اللي بيخلي لي الانسان ينمو، فدوت مش هينفع اوقفه. الاسهل ان انا اوقف ايه؟ ان انا اديله اي تي بي كذاب يخليه لي ما يعرفش يشتغل، فبديله اللي هو مين؟ بديله الجيفي تينيب دوت شكل الاي تي بي، بس كمان بيمسك في الاكفر بطريقه احسن. تعالوا نشوف كده، دوت الاكفر اللي فوق دوت الدواء بتاعي وهو ماسك فيه. شوفوا ماسك لا سوري، دوت الاي تي بي وهي ماسكه في ايه؟ في الاكفر، في الاكفر ريسبتور. لو بصيتوا كده هتلاقوا في حته اسمها هيدروفوبيك بوكيت، دي فاضيه خالص.
جينا بقى في الدواء بتاعي، رحت عليت على الاي تي بي، خليت الدواء بتاعي احسن من الاي تي بي، يمسك احسن من الاي تي بي. فخليت حطيت حاجه تخليلي الهيدروفوبيك بوكت دي شغاله، فالدواء بتاعي يبقى بيمسك احسن من الاي تي بي، يبقى الدواء بتاعي شغال اكتر من الاي تي بي بتاعه الانسان. وبكده يبقى قدرنا ان احنا نقضي على ايه، على النون سمول سيل لانج كانسر. هو ده فكره السيجنال ترانسدكشن انهبيتورز، وهم دول الدوايين بس اللي فيهم. وبكده نكون خلصنا السيجنال ترانسدكشن انهبيتور. هندخل على الانتي ميتابولايتس، كانت سهله قوي بصراحه. الانتي ميتابولايتس ديت فكرتهم كلها ان انا مش هخلي الاكل، مش انا عشان جسمي يكبر لازم اكل، نفس الكلام الخليه السرطانيه عشان خاطر تنقسم لازم تاكل، فانا هوقف الاكل بتاعها. ميتابولايت جايه من ميتابوليزم يعني غذاء، يبقى انا هوقف الغذاء بتاعها. عندي ثلاث انواع، اول واحد الديفرز انهبيتورز، البيورين انالوج والبيوريميدين انالوج. طيب الديفر، ايه الديفر دوت؟ الديفر دوت هو الداي هيدروفوليك اسيد ريدكتيز انهبيتور. ايه بقى هو الداي هيدروفوليك اسيد ريدكتيز ده اصلا؟ بص يا سيدي، انا عندي حاجه اسمها داي هيدروفوليك اسيد، تمام؟ دوت الفوليك اسيد وهو مش فعال، يعني وهو مش اكتف، تمام؟ بيحصل له الريدكشن. يعني ايه الريدكشن؟ يعني هنشيل منه اوهية او هنحط له اتشاية، المهم يعني عن طريق انزيم اسمه ايه، اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز، يحوله لي الايه، يحوله لي التترا هيدروفوليك اسيد. التترا هيدروفوليك اسيد ده هو دوت الاكتف فورم بتاع ايه، بتاع بتاع الفوليك اسيد. يبقى انا عندي الفوليك اسيد اللي في جسمي نوعه ايه، نوع تترا هيدروفوليك اسيد، هو دوت الاكتف فور، تمام؟ طيب هو الفوليك اسيد ده اساسا احنا بنستخدمه لايه؟ ده الفوليك اسيد ده مهم جدا، مهم عشان خاطر يتم تصنيع اللي هما الرايبوزومز، مش الرايبوزومز، النيوكليوتايد، النيوكليك اسيد بشكل عام اللي هما البيورين والبيراميدين. عشان كده لازم الست الحامل تاخد فوليك اسيد عشان خاطر تضمن ان البيبي يطلع ايه، يعني نمو كامل وكده. عشان الناس، في ناس بيبقى عندها نقص فوليك اسيد فالبيبي يطلع عنده مشاكل في النخاع الشوكي، تمام؟ ده كده الايه، الميكانيزم الطبيعيه بتاعه تصنيع الفوليك اسيد، تمام. طيب عندنا دواء بقى اسمه ميثوتريكسيت. الدواء دوت معروف جدا، من اشهر ادويه الانتي كانسر هو دواء الميثوتريكسيت. بيروح موقف لي الداي هيدروفوليك اسيد ريدكت الفوليت ريدكتيز ده، يبقى كده مش هيخلي لي يحصل تصنيع للايه، للفوليك اسيد بتاعي. الدواء دوت بيمسك الريفرسيبل، الريفرسيبل يعني بيمسك وما بيسيبش في الداي هيدروفوليت ريدكتيز 1000 مره اكتر من الداي هيدروفوليك اسيد الطبيعي، تمام؟ تمام، اهو ده الفوليك اسيد الطبيعي بتاعنا، اهو ده الفوليك اسيد الطبيعي بتاعنا، وده الميثوتريكسيت، وده الميثوتريكسيت. غيرنا فيه ايه زي ما احنا شايفين كده، كان في عندنا هنا وات اتش، خلينا الاتش تحت ايه، سي اتش سي اهي، مش عارفه اجيب السهم، سوري مش عايز يجي. المهم يعني خلينا الاتش سي اتش 3، وخلينا الاو اتش ديت خليناها ان اتش 2 تحت. هو دوت الاختلافات اللي حصلت، خليت لي الفوليك اسيد اللي هو الداي هيدروفوليك اسيد حولتها الميثوتريكسيت، فتيجي الميثوتريكسيت يمسك لي مكان الداي هيدروفوليك اسيد ويوقف لي عمليه تصنيع التترا هيدروفوليك اسيد اللي هو الاكتف فورم. لما بوقف التترا هيدروفوليك اسيد او بوقف تصنيع الفوليك اسيد بقى بشكل عام، بتبتدي الخليه يحصل لها ديجراديشن، يعني ما بتقدرش تنقسم ولا بتقدر تصنع النيوكليك اسيد بتاعها فبتموت. الميثوتريكسيت من فوائده ان هو بيتاخد اورال، او خصائص اساسا هو بيتاخد اورال، بنستخدمه للاكيوت لينفوسايت لوكيميا، وكمان الايتو اميون ديزيزز اللي هي الامراض المناعيه زي مثلا الروماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتويد وكده، بنستخدم فيه الميثوتريكسيت. الادفانتج بتاعته هو فيري بوتنت، قوي جدا، قوي قوي قوي، وبيتاخد بالبق. احنا بنصدق نلاقي دواء انتي كانسر بيتاخد اورال اساسا، ده انجاز. ما
مشاكله السايد افكتس بتاعته كتيرة جدا. انا بتكلم في فوليك اسيد، الفوليك اسيد ده مهم لتصنيع جسمنا كلنا، فلما بيقلل الفوليك اسيد، الفوليك اسيد بشكل عام هيقل، فدوت هيبقى ايه، هي هي هيضرني انا كمان كانسان طبيعي. بلس ان الميثوتريكسات بدأ يحصل منه مقاومة من الكانسر سيل، يعني الخلية السرطانية بدأت تقدر تقاومه، بتقاومه عن طريق ان هي بتزود لي نسبة الدهفر اللي هو الدايهايدروفوليك اسيد ريدكتيز، بتزودها لي قوي، فالميثوتريكسات ما بيعرفش يمسك لي فيهم كلهم. على الرغم ان هو قوي، بس الخلية السرطانية بدأت تعمل منه مناعة، فبقى مش شغال على كل انواع السرطان. تاني نوع عندنا هو البايوريميدين انالوج. مين هما البايوريميدين؟ هما الاس تي يو، عشان نعرف الفرق بين البايوريميدين والبايرين. بايوريميدين جاي من كلمة بيراميد، هرم، الهرم بيبقى ليه 3 أضلاع، الأضلاع ديت اللي هي ايه، الاس تي يو. تمام. طيب فكرة البايوريميدين انالوج ايه؟ انا هعمل حاجة شكل البايوريميدين العادية اللي هما الاس او التي او اليو، هعملها بس هخليها بايظة. طيب ما الكانسر سيل، طب ما انا كده هبوظ جسم الانسان كمان. لا، انا في جسمي عندي الجسم الطبيعي والخلايا الطبيعيه، وهي بتنقسم لو لقت وهي بتصنع الدي ان ايه بتاعها ان البيورين او البيوريميدين اللي داخل لها في مشكله، بايظ، ناقص حاجه او كده، ما بتاخدوش. يعني عندنا حاجه اسمها تشيك بوينتس، التشيك بوينتس دي سبحان الله ربنا خلقها واحنا بيحصل عملية انقسام للخلية، في كل مرحلة بيجي حد كده يتشيك عليها، يتشيك يشوف كده هل التصنيع ماشي تمام ولا في حاجة غلط. لو ماشي تمام كمل، لو في حاجة غلط لا معلش، لو حاول تصلحها، ما تصلحتش اقتل اللي انت بتعمله ده. ده بيحصل حقيقي في جسم الانسان يا جماعة على فكرة. تمام. انما بقى في الخلايا السرطانية، الخلايا السرطانية بتنمو بشكل مش طبيعي، عايزة بطريقة بأي طريقة، فبتبتدي تستخدم أي حاجة عندها، فبتستخدم الحاجات البايظة وهي مش واخدة بالها. يبقى أنا كده حددت إن أنا هقتل الخلية السرطانية، وهقلل جدا الأخطار على الخلية الطبيعية، لأن الخلية الطبيعية مش هتقدر تستخدم البايوريميدين أنالوج أو البيورين أنالوج البايظة اللي أنا هديها. أنالوج يعني شبيه. طيب تصنيع البايوريميدين اللي هي زي ما اتفقنا الاس تي يو، هناخد اول واحد اللي انا ازاي بصنع السايميدين. السايميدين ده اللي بيخش لي في الدي ان ايه، تمام، واليوراسيل ده اللي بيخش لي في الار ان ايه. مبدئيا كده اليوراسيل بيتحط عليه فوسفيت، فبيبقى يوراسيل تراي فوسفيت. اليوراسيل تراي فوسفيت دوت لازم بيجي حاجه اسمها سايميدين سينسيز، سايميدين سينسيز من اسمه كده بيصنع ايه، السايميدين اللي هو التي. فالسايميدين دوت يروح دي ان ايه ويكمل شغله زي الفل. تمام. طيب يجي بقى الدواء بتاعي اسمه 5-فلورو يوراسيل. جبت اليوراسيل العادي، اجيب اليوراسيل العادي الامور ده واروح حط عليه فلورينا، فيبقى اسمه ايه، 5-فلورو يوراسيل. الفايف فلورو يوراسيل دوت يجي يتحول لي لفايف فلورو يوراسيل تراي فوسفيت، ويمسك لي في السايميدين سينسيز بدل اليوراسيل العادي. يبقى انا كده وقفت ايه، وقفت تصنيع السايميدين، وفي نفس الوقت اديته يوراسيل بايظ. طيب انا لما هديله يوراسيل بايظ، اليوراسيل البايظ هيخش لي في الار ان ايه، يبوظ لي الار ان ايه. و السايميدين سينسيز لما هصنع سايميدين، اولا هو هيمسك سايميدين اساسا، هو هيمسك السايميدين مش هيخلي السايميدين تصنع. يبقى انا كده بوظت الدي ان ايه لاني ما خليتش السايميدين يتصنع، وبوظت الار ان ايه لاني اديته يوراسيل بايظ. اهو بالظبط كده، ادي عندنا ادي اليوراسيل العادي، وادي حطيت فلورينا هنا، اهوت كده انا بوظته اهي. اليوراسيل العادي بيتحط عليه سايميليت سينسيز بيديني سايميدين، لما جيت على الفايف فلورو يوراسيل بتاعي حطيت عليه سايميليت سينسيز ما ادانيش سايميدين. يبقى انا كده بوظت الطريقين، بوظت الار ان ايه وبوظت الدي ان ايه. البيورين انالوج،
البيورين اللي هي الايه الاي جي. البيورين دي بقى حوار، انا عندي البيورين كلها بتطلع لي من حاجه اسمها اي ام بي، انوسين مونوفوسفيت. الانوسين مونوفوسفيت ديت بيتحط عليها امينو جروب وبتتحول لي لادينين مونوفوسفيت اللي بتديني الادينين اللي هو الايه. والانوسين مونوفوسفيت دوت بيحصل لها برضو اوكسيديشن تتحول لي للزنسين مونوفوسفيت. الزنسين مونوفوسفيت ديت بتتحول لي لجوانين مونوفوسفيت اللي بتديني الجوانين اللي هو الجي. يبقى مين البابا او البريكورسر بتاع الادينين والجوانين؟ هو الانوسين مونوفوسفيت. طيب الانوسين مونوفوسفيت ده بقى بيجي منين؟ بيجي من عندنا 5 فوسفو ريبوزايل فوسفيت. ال 5 فوسفو ريبوزايل فوسفيت دوت بيجي انزيم اسمه اتش جي بي ارتيز يحوله لي ل 5 فوسفو ريبوزايل امين. يبقى بيشيل الفوسفيت ويحط لي امين. لما بحط الامين دوت بعمل الايه الاي ام بي. تمام، لحد هنا الكلام جميل عظيم. هاجي بقى احط حاجة مهمة جدا اسمها ستة ميركابتوبيورين، ده اسم الدواء بتاعي. الستة ميركابتوبيورين دوت يروح ماسك لي في الجي الاتش جي بي ارتيز ويحصل له اكتيفيتد. ما هو ده مش اكتيف، ده بيورين عادي انا عايزاه يتحط لي عليه ايه امين، فيحصل له اكتيفيشن يتحولي لي 6 سايو انوسين. يبقى هو كان ميركابتوبيورين 6 سايو انوسين. هنشوفه دلوقتي. ال 6 سايو انوسين دوت يروح ماسك لي في الاتش جي بي ارتيز دوت ويروح داخل لي مكانه مكان ال 5 فوسفورايبوزايل امين، هيبقى 6 سايو راسيل. 6 سايو راسيل ديت هتبوظ لي بقى الايه تصنيع البيورين كله. البيورين كلها تصنيع البيورين كلها هتبوظ بسبب الستة ميركابتو بيورين. اهو انا عندي الطبيعي، اهو الطبيعي بتاعي، ادي الانوسين مونوفوسفيت. الانوسين مونوفوسفيت ده بيتحول لي لاي ام بي وبيتحول لي للزنسين وبيتحول لي لايه للجوانين. جيت بدل الاخ دوت رحت جيت بدل الدبل بوند او ديت رحت حطيت اتش، فعملت ستة سايو يوراسيل، ستة سوري ستة سايو إنوسين. الستة سايو إنوسين ده، ستة سايو إنوسين ده هيروح مبوظ لي كل ده. لا ده هيتصنع ولا ده هيتصنع ولا ده هيتصنع ولا أي حاجة من الحاجات دي هتتصنع خالص. يبقى ستة ميركابتو بيورين دوت بيوقف لي تصنيع البيورينز كله. الديس ادفانتج بتاعته اللي هو بيحصل له تحويل من 6 من 6 سايو انوسين ل 6 سايو يوريك اسيد عن طريق انزيم اسمه زنسين اوكسيديز. اليوريك اسيد ده طبعا من اسمه يوريك اسيد، يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل نقرس جاوت، وكمان هيعمل نيفروتوكسيس، هيعمل مشاكل في الكلى، هيروح يترسب لي في الكلى ويعمل لي مشاكل. بلس ان في جزء منه كتير طبعا بالزنسين اوكسيديز دوت هيتكسر يتحول لليوريك اسيد، فهيضعف لي الدواء بتاعي، هبقى محتاجه منه جرعه اكبر. اهو عندي اهيت الستة ميركابتوبيورين، بيجي الزنسين اوكسيديز يحولها لي الستة سايو زنسين. ده زنسين اللي فيه او اتش ده اسمه زنسين، تمام، اللي من غير او اتش ده اسمه انوسين اساسا. طيب انا عندي ستة ميركابتوبيورين تحول لي 6 سايو زنسين، الزنسين اوكسيديز تاني يجي يكمل عليه ويحوله لي لايه ل 6 سايو يوريك اسيد، يروح يترسب لي ويعمل لي نيفروتوكسيستي ويعمل لي جاوت اللي هو النقص. هنسكت؟ لا ازاي هنضيع دواء زي القمر كده. رحنا لقينا حل اسمه الالوبيورينول. الالوبيورينول ده دواء بيروح يوقف لي الزنسين اوكسيديز، ومعنى يبقى كده مش هيتحول لي لسايو يوريك اسيد، فمش هيعمل لي جاوت ونيفروتوكسيستي، كمان هيخلي لي الزنسي الميركابتوبيورين يحتفظ ان الدوز كلها تروح تعالج لي الكانسر ومفيش حاجه منها تتكسر. فيبقى الدواء لما اخد الوبيورينول مع 6 ميركابتوبيورين دوت هيخليني اقلل الجرعه بتاعه 6 ميركابتوبيورين ل 25%. اهوت ادي الالوبيورينول
بيروح يمزج لي في الزنسين اوكسيديز، بيعمل لي حاجه اسمها اللوزنسين، فالزنسين اوكسيديز بيسيب الايه الدواء بتاعي في حاله. بكده نكون خلصنا الاولد، خلصنا الانتي ميتابولايت، وخلصنا الريسنت انتي كانسر كلها، يعني خلصنا الانتي كانسر. اتمنى ان هي تكون ما كانتش صعبه، وان انا اكون شرحتها باسلوب كويس، بس طبعا على تاخير الفيديو. ولو حد عنده اي اسئله يا ريت يبعتالي على رسائل الصفحه او يسيبها لي في كومنت. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب. استنوني في سيوتيكال تون ان شاء الله.